بدنا نكمل على recognizing account receivable. المرة الماضية أخذنا إنه إحنا لما يصير في عندي account receivable، لما أبيع بضاعة زي المثال تبعنا اللي هو كان إني أنا بعت بضاعة لأحمد على الحساب، عملنا اللي هو القيد دبت account receivable وcredit إذا بتتذكروا sales أو sales revenue. هذا القيد اللي أنا بعترف فيه أو بثبت فيه إنه أنا صار في عندي account receivable. زدت الأكاونت ريسيفبل بتزيد بالدبت لأنها أصول، زدت الإيرادات بتزيد بالكريدت لأنها إيرادات. قيد المردودات إيش كان إذا بتتذكروا؟ دبت سيلز ريتيرنز رح أختصرها and allowances. كريدت إيش بنعمل؟ بخفض الأكاونت ريسيفبل، هاي لما العميل يرجع البضاعة مردودات. فإذا هنا المردودات دائما دبت حكينا لأنه هو حساب ضد الإيرادات، الكريدت بخفض التزام العميل لأنه هو رجع لي بضاعة، ففعليا القيمة اللي بده يدفع ليها انخفضت. آخر إشي كان الدفع سواء بخصم أو بدون خصم حكينا. إذا كان عندي مع خصم نحكي دبت كاش، بحط الكاش اللي بدي أستلمه طبعا مطروح منه الخصم، ما ننسى بنطرح منه الخصم. برضو بالدبت سيلز ديسكاونت اللي هو خصم المبيعات، وحكينا هذا الحساب زيه زي المردودات دائما بالدبت لانه هو حساب ضد الايرادات. وبالكريدت ايش بنعمل؟ بالكريدت بنخفض ايش؟ الاكاونت ريسيفبل، كونه العميل دفع لي كامل الالتزامات تبعت الاكاونت ريسيفبل. هذا اللي أخذناه المرة الماضية. بدي أكمل عليه كمان مثال قبل ما نحكي عن الفاليوينج. هلأ في عنا مرات شركات أو محلات، ممكن هنا في عنا بالأردن نفس المبدأ، بيطلعوا هم بطاقات للكاستمرز، يعني ممكن أنت بتشتريها أو بتدفع جزء بسيط لتاخدها، أو أنه ممكن بيطلعوها للفي آي بي كاستمرز. عادة بيكونوا محلات الشوبينج، يعني ممكن مثلا نحكي محل ببيع أواعي أو سوبر ماركت كبير، يعني مثلا لو فرضا نعطي مثال كارفور عنا، يكون بيعطي بطاقات للفي آي بي كاستمرز. هاي البطاقة إيش بتكون؟ بتكون مشحونة بمبلغ معين، فرضا فيها 500 دولار أو 500 دينار، معاك كل شهر تصرف هاي 500 أو جزء منها، مش شرط كاملة. يعني بدي أشتري أنا أغراض مثلا آخر الشهر وما ضل معي صراحة، خلصت ما ضل إشي من الراتب، معاي هاي البطاقة بروح بشتري عليها أغراض من مثلا كارفور، يعني لما أروح على الكاش بعطيه البطاقة نفسها وبيخصم منها. بس هلأ هذا المبلغ اللي هو انخصم علي، هذا دين علي أنا، يعني أنا لازم أدفعه للمحل. إمتى بندفعه؟ بيكون في تاريخ معين هم بيخبروك عنه، إنه أنت مثلا كل فرضا 29 الشهر بدك تسدلنا المبلغ، أو كل واحد الشهر بدك تسدلنا المبلغ اللي انت ساحبه على البطاقة. اذا تأخرت علينا بالسداد عادي، بس رح ينحط عليك غرامات، كوميشن بيكون في عليك او فيز مرات نحكي عنها. فبنا نحكي عنها هون ليش؟ لانها تعتبر انك يعني بالنسبة لكارفور كأنه بايع على الحساب. يعني انا لما اكون عم ببيع زبون على هاي البطاقة، الزبون فعليا ما دفع لي مصاري، الزبون اخذ على الحساب، ففعليا صار في عندي account receivable. لما الزبون يجي يدفع لي المصاري تبعت البطاقة، بيكون عم بسدل لي الأكاونت ريسيفبل، تمام؟ فهون ما عم نحكي عن بطاقات البنوك، ما عم نحكي عن الفيزا كارد أو الماستر كارد، عم نحكي عن بطاقات بتصدرها المحلات، يعني كاردز مين بصدرها؟ نحكي عنهم الريتيلرز. الريتيلرز اللي هم محلات بيع التجزئة، السوبر ماركت، محلات بيع الأواعي، هذول ريتيلرز، تمام؟ طيب لو حكينا فور إكزامبل، طبعا زي ما قلت لكم أنا ما بعرف إذا في عنا محلات هون بالأردن بيعملوا هيك، بس برا هذا الحكي موجود، فممكن في عنا محلات معينة بتعمل هذا الحكي. لو حكينا فور إكزامبل a customer used his
مثلا سيفوي كارد استخدم بطاقته اللي خاصة بمحلات السيفوي، ممكن نحكي عنها كارد أو كريدت كارد. ليش كريدت كارد؟ دائما مبدأ الكريدت إنه أنت في عليك مصاري للجهة الثانية، يعني هذا العميل اللي معاه سيفوي كريدت كارد معناته هاي البطاقة مش مصاري، هي فعليا المصاري هاي للسيفوي، بس هم معطيك إياها تستفيد منها فترة معينة. طبعا لقدام رح نشرح عن بطاقات البنوك، بطاقات البنوك بتختلف غير لما يكون في بنك في الموضوع إشي تاني. هون ما في بنك نهائي، no bank، بدي أحط هون no bank، فإحنا ما عم نحكي عن بطاقات إلها علاقة في البنوك. تمام، هذا العميل استخدم بطاقة الكريدت كارد تبعت السيفوي to purchase مثلا grocery أو to purchase food، to purchase أي إشي. grocery اللي هي المواد التموينية، أو مثلا ممكن to purchase food أو to purchase يعني أي إشي من الأغراض اللي هي التموينية اللي بتكون في المحلات. فعنا الجروسري اللي هي المواد التموينية. تمام، قديش قيمة هاي الجروسري؟ with a purchase price أو with a sale price، خلينا نحكي with a sales price، قيمة البيع قديش كانت؟ of 300، دفع قيمة الجروسري 300 on June 1. هذا الحكي بواحد ستة 2017، يعني السنة هي محددة 2017. هلأ بدنا journalize the entry for Safeway. بما انه احنا بنحكي عن الريسيفابلز، فاحنا بدنا القيد تبع الشخص اللي باع او تبع المحل اللي باع. نعيد المثال، زبون عنده بطاقة كريدت كارد مصدرينها محلات سيفوي، راح اشترى بهاي البطاقة مواد تموينية بقيمة $300. هذا الحكي بواحد ستة 2017. بدنا سيفوي ايش رح يسجلوا قيد لما العميل اجى اشترى، يعني بجون 1 شو القيد رح يكون؟ هلأ فعليا بالنسبة للسيفوي العميل ما اعطاهم مصاري، العميل اجى اخذ المواد التموينية واعطاهم البطاقة، هم خصموا عن البطاقة، اوريدي البطاقة مصاريهم، فهم فعليا بدهم من هذا العميل مصاري. فاذا السيفوي ايش صار عنده؟ صار عنده account receivable، زادت الaccount receivable، وبرضه شو صار عندهم؟ صار عندهم sales revenue. فرح نسجل نفس مبدأ القيد اللي سجلناه المرة الماضية اللي هو debit account receivable بقيمة 300 هي القيمة اللي اشتراها العميل، وكريدت سيلز برضو بقيمة 300، نفس اللي سجلناه بالمثال الماضي لأنه نفس المبدأ. إجا العميل أخذ المواد التموينية من عندي أنا كمحلات سيفوي، أخذهم من عندي وراح ما دفع لي، فبسجل account receivable بالدبت وبسجل إنه صار في عندي sales revenue أو sales. هلأ المفروض يكون في تاريخ معين يجي العميل يدفع لي إياه. عادة هاي البطاقات بتكون شهرية، فلو مثلا مرق هذا الشهر العميل لازم يجي شو يعمل؟ يدفع لي الـ300 هاي وألغي أنا الأكاونت ريسيفابل تبعته وأستلمها كاش، يعني دبت كاش كريدت أكاونت ريسيفابل. هلأ هاي البطاقات إذا العميل تأخر بالدفع، ممكن أغلب العملاء ما يدفعوا لك كل شهر بشهره، ما في مشكلة براكم المبلغ عليه، بس بتزيد عليه غرامات. مين بيحدد قد ايه قيمة الغرامة؟ أنا كمحل، أنا بخبر أنه أنت إذا تأخرت علي مثلا 1% رح يكون عليك غرامة تأخير عن كل شهر، أو 1.5% 2%. أوكي؟ طيب خلينا نكمل على هذا المثال. بدنا نفترض أنه الكاستمر خلص الشهر وما دفع الـ300، وأنا كمحلات سيفوي بحط عمولة تأخير 1.5% للشهر الواحد، فبدنا نشوف القيد تبع هاي العمولة.
هلأ هاي ما رح أرجع أنا أسجلها مرة تانية، خلص تسجلت 300، بستنى العميل يجي يدفع لي إياها، لما يدفع لي إياها بلغيها. هلأ إذا العميل ما تأخر بدي أسجل قيد بغرامة التأخير. فلو فرضنا for example تابع لنفس المثال، the customer did not pay، الزبون ما دفع the balance due، المبلغ المستحق اللي هو قديش قيمته 300 at the end of the month and Safeway charges يعني بقيد أو بغرمك charges 1.5% 1.5% per month. إذا تأخرت عليه 1.5% كل شهر on the balance due، على المبلغ المستحق مش على قيمة البطاقة. on the balance due المبلغ المستحق يعني اللي انت اللي الكاستمر سحبه من بطاقتي، فاحنا بدنا منه 300، اتاخر علي بالدفع، the customer did not pay at the end of the month، ما دفع لي اياهم، فانا بدي اغرمه فوق ال 300 يدفع لي 1.5% عن هذا الشهر، فبصفي بدي منه ال 300 وبدي منه غرامه التاخير. اوكي طيب بدنا الانتري فور سيفوي برضه لا غرامه التاخير. هاي ال 1.5% نعتبرها انترست، فوائد، لاني انا ما اخذتهم زياده هدول، يعني انا فعليا بدي منه 300 بس رح اخذ عليه زياده 1.5% لانه تاخر. كيف بدنا نحسبها؟ هلا هي على الرصيد المستحق on the balance due، انا بدي منه 300 نضربها في 1.5% رح تطلع معانا 4.5 دولار، رح تطلع معنا 4.5. اوكي هاي الانترست اللي انا رح اخدها فوق ال 300، يعني قدي صرت بدي منه؟ صرت بدي منه 304.5. ال 300 المبلغ اللي اشتراه من البطاقة وال 4.5 غرامة التأخير. هلا ال 300 احنا اوريدي سجلناها، ما رح ارجع اعيد تسجيلها، بدنا قدي تسجيل هاي الغرامة، كيف اسجلها؟ شو رح نيجي نعمل؟ رح نيجي نحكي debit account receivable. ليه حكينا debit account receivable؟ لأنه أنا برضو صرت بدي منه 4.5 بقيمة 4.5. credit إيش أعتبر هاي الأربعة ونص؟ حكينا بنعتبرها interest وبعتبرها إيرادات، فمنحط credit interest revenue إيرادات فوائد برضو 4.5. تمام؟ نعيد ليش عملنا هذا القيد. أنا أصلاً بدي منه 300 وسجلناها قبل شوي debit account receivable credit sales، هون صرت بدي منه كمان 4.5، فبرضو debit account receivable 4.5 لأنه بدي هاي المصاري إلي، وcredit بعتبرها interest revenue إيرادات فوائد بقيمة 4.5. الإيرادات دائماً تنحط بالcredit، الأصول لما تزيد بتنحط بالdebit. هيك منكون عملنا اللي هي recognizing account receivable. طبعا بدكم تحلوا قد ما بتقدروا أسئلة عليه، سهل هذا، يعني يمكن الموضوع الجديد هو هاي البطاقة ما أخذناه بأكاونتينج 1، بس القيود اللي هي اللي أخذناها المحاضرة الماضية تبع debit account receivable credit sales المردودات الخصم، هذا مكرر معنا بمحاسبة واحد، فبدنا نرجع نراجعهم، نحل أسئلة عليهم، نتأكد إنه 100% فاهمين كيف نسجل قيود الأكاونت ريسيفابل. طيب حكينا عن recognizing account receivable، خلينا نيجي على الخطوة الثانية اللي بدنا نتعلمها بالأكاونت receivable، اسمها valuing account receivable، كيف نقيم الذمم المدينة. أول واحدة كانت recognizing، number two رح تكون valuing
account receivable. valuing يعني تقييم إيش القيمة اللي أنت رح تسجل account receivable اللي عندك بالقوائم المالية. هذا اللي بدنا إياه هون. مش إحنا رح نعمل financial statements آخر السنة، قديش رح تقيم الذمم تبعتك، القيمة اللي رح تظهر عنا بالقوائم. طيب قبل ما نحكي على الطرق تبعت الفاليوينج بدنا نعرف شغلة. هلأ إحنا الأكاونت ريسيفابل حكينا إنه هي مصاري أنا بدي إياها من غيري. طيب هل إحنا بنفترض إنه كل الناس اللي أخذوا منك الديون رح يدفعوا لك؟ أكيد لا. إحنا يعني بنسمع قصص كتير إنه فلان متداين من فلان وما دفع له، وهذا بيحكي بدي منه مصاري والتاني بيحكي أنا ما علي إشي. بنسمع عن قصص نصب، نسمع عن ناس فلسوا وبطلوا يقدروا يسدوا ديونهم. نفس الإشي بصير بالأكاونت ريسيفابل. أنا كشركة لما أعطي أكاونت ريسيفابل أكيد في احتمال كبير إنه جزء من الناس اللي أنا بدي منهم مصاري ما يدفعوا لي لعدة أسباب. ممكن ناس ما تدفع لي لأنهم مفلسين، فلسوا صار معهم إشي والطرف الثاني فلس وبطل قادر يدفع لي وبدي أبلش بمحاكم وقضايا لحد ما يبلش يقدر يدفع لي. ممكن واحد نصب علي وعم بنكر إنه هو ما في إشي يدفع لي وبطل يرد علينا وطلع ناصب على أكتر من شركة وخلص سحب حاله وطلع من البلد مثلا. ممكن عميل مش إنه قصة ما بده يدفع لي، بده يتأخر علي بالدفع، يعني ما لما إجا تاريخ الدفع تبع الأكاونت ريسيفر ما قدر يدفع لي وعم بستناه لحد ما يقدر يدفع. ففي أكتر من سبب إنه بعض العملاء مش كلهم طبعا إنهم ما يدفعوا لك. فإحنا شو بنعمل إحنا كمحاسبين؟ كل سنة أنا بفترض إنه في نسبة معينة من الذمم ما رح تندفع لي. هاي النسبة كيف أنا افترضتها؟ حسب الخبرات السابقة، يعني حسب السنوات اللي قبل. يعني ممكن أنا أجي أحكي من أول السنة من بدايتها أحكي 2% ما رح يندفعوا لي هاي السنة. طب كيف قررت أنه 2%؟ بتكون السنة الماضية 2% ما اندفع لي، السنة اللي قبليها 2% ما اندفع لي، السنة اللي قبل مثلا 1.5% ما اندفع لي. فبناء على الخبرات السابقة أو بناء على السنوات السابقة بالشركة منصير نقدر نعرف قديش النسبة اللي ما رح تندفع. طيب هلأ إحنا هون بالفاليوينج بهاي اللي هون الخطوة هاي اللي نتعلمها رح نركز على هذا الموضوع. بدنا نشوف كيف نحسب قيمة الذمم اللي ما رح تندفع، وهاي القيمة اللي ما رح تندفع لازم نوديها على مكان تاني أو على حسابات تانية غير حساب الأكاونت ريسيفابل. ليش؟ حتى أنا كمحاسب أو الناس اللي بقرأوا القوائم المالية يقدروا يعرفوا إنه الذمم هاي اللي هون هاي كلها رح تندفع لي، بينما المبلغ اللي ما رح يندفع أنا وديته على حساب تاني. وهلأ رح نتعلم شو هو هذا الحساب. تمام؟ فبدنا نعرف شغلة إنه الأكاونت ريسيفابل دائما لما تشوف كلمة أكاونت ريسيفابل بالقوائم المالية، الأكاونت ريسيفابل الموجودة بالقوائم المالية هي قيم أنا متأكدة 100% إنها رح تندفع لي، ما بيكون فيها مجال شك ولا نسبة بسيطة. ما بصير أنا أحط بالقوائم المالية ذمم مدينة أنا شاكة فيها. فهاي الأكاونت ريسيفابل بتكون موجودة بالقوائم، أنا عم بحكي مش بالقيود، بالقوائم المالية بتكون 100% رح أحصلها. بس هي شو طبيعتها؟ طبيعتها إنها uncollected. uncollected يعني لسه ما حصلتها، لم يتم تحصيلها بعد يعني، بس رح أحصلها ما في مشاكل عليها. uncollected طبيعة الأكاونت ريسيفابل إنه أنت بدك مصاري من الناس ولساتك ما جمعتهم، بس هدول الناس إيش مالهم رح يدفعوا لك. هلأ اللي أنا بشك فيه، اللي مشكوك فيه منسميه uncollectible. لما نشوف كلمة uncollectible يعني مشكوك بتحصيله، ممكن إنك ما تحصله وممكن تحصله أنت ما بتعرف. مجرد ما صار عندك شك بإشي معين لازم تقيم هاي القيمة من الأكاونت ريسيفابل وتوديها على حساب تاني. رح نحكي إيش الحسابات اللي منودي عليها. uncollected تمام ما فيه أي مشكلة، طبيعة الريسيفابل إنها uncollected. لما يصير uncollectable بيكون مشكوك فيه. طبعا إله كمان مصطلحات تانية مرات إيش بنحكي عنه مش uncollectable accounts، نحكي عنه bad debt.
debt يعني دين، bad debt دين سيء، أو مرات المصطلحات المستخدمة بالشركات دين متعثر أو عميل متعثر. إيش يعني دين سيء أو دين متعثر؟ يعني عميل ما رح يقدر يدفع لك المصاري تبعيتك. نفس معنى uncollectible bad debt. مرات شو بنحكي عنهم؟ doubtful accounts. doubtful مشكوك فيه، doubtful حسابات، accounts حسابات، حسابات مشكوك فيها. ايش يعني حسابات مشكوك فيها؟ نفس الفكرة، عملاء مشكوك انهم يدفعوا لك والاحتمال انهم ما يدفعوا لك، تمام؟ فبنا نفرق بين uncollected وبين هدول الثلاثة. uncollected عادي، اصلا طبيعة الreceivable انها uncollected، بس uncollectible bad debt doubtful accounts لا، هدول فيهم مشاكل، هدول انت يمكن انك ما تحصلهم، تمام؟ طيب هلأ كيف بدنا نسجل هدول؟ كيف بدنا نعملهم قيود؟ وين بدي أوديهم؟ على إيش الحسابات اللي أنقلها من الريسيببل أودي وين هذا؟ ما هذا أصلاً بيكون أكاونت ريسيببل، جزء من هاد. أنا طيب لما أشك فيه وين أوديه؟ بدنا نتعلم هذا الحكي بالفاليوينج. في عنا طريقتين حتى إنك تسجل الحسابات المشكوك فيها، two methods، رح أحطهم هون. في عنا two methods for doubtful accounts، طريقتين لمعالجة الحسابات المشكوك فيها. أول طريقة اسمها direct write-off، طريقة الإلغاء المباشر، direct write-off method. write off كيف لما تمحي إشي أو تلغي إشي أنت كنت كاتبه قبل، فهي اسمها طريقة الإلغاء المباشر، إنه أنت تلغي الحسابات المشكوك فيها بشكل مباشر من الأكاونت ريسيفابل. الطريقة الثانية allowance method، كلمة allowance لو منترجمها بتطلع معنا كلمة البديل، فإحنا هون ممكن نترجمها طريقة الحساب البديل اللي رح نودي عليه الحسابات المشكوك فيها. شو هدول الطريقتين؟ هدول الطريقتين حتى نعالج موضوع الحسابات المشكوك بتحصيلها من الذمم، تمام؟ الطريقة المعتمدة واللي تستخدم من قبل الشركات أكثر هي الallowance method. طريقة الدايركت رايت اوف شركات قليلة اللي بتستخدمها، أغلبهم شركات صغيرة بتكون، فهي مش كتير معتمدة. إذا إحنا شركات كبيرة وفي مدققين عنا لازم نستخدم طريقة الallowance method. فإحنا كل التشابتر رح نركز على هاي direct write-off method، رح أشرحها اليوم بس وما رح نرجع لها نهائي. فبالامتحان إذا بدنا إياكم تحلوا على هاي رح نقولك سجل على طريقة direct write-off method، إذا بدنا إياكم تحلوا على هاي رح نحكي سجل على طريقة الallowance method. بس زي ما حكينا كل التشابتر لآخره رح نضلنا نشرح على الallowance method لأنها هي المعتمدة وهي المستخدمة. طيب نيجي على الدايركت رايت اوف ميثود اللي انا بدي اشرحها اليوم. الالاونس لانها طويلة شوي رح نخليها محاضرة لحالها. نشوف كيف الدايركت رايت اوف ميثود، رح احط مثال طبعا عليها. طريقة دايركت رايت اوف ميثود، طريقة الالغاء المباشر. لو حكينا for example عنا خلينا نحكي شركة X company writes off as uncollectible collectible مثلا آية 1000
التزام لآية بقيمة 1000، خلينا نحكي 1600، بقيمة 1600 بالانس on December 12. بدنا الانتري for X company، طبعا على طريقة الدايركت رايت اوف. نعيد، شركة X writes off as uncollectible، يعني اعتبرت رصيد انه uncollectible، أو لغت إشي من الأكاونت ريسيفابل واعتبرته أنكولكتبل. إيش حكينا الأنكولكتبل؟ حسابات مشكوك بتحصيلها، يعني أنا ما بعرف بس أنا بفترض أو الاحتمال الأكبر إنه آية ما رح تدفع لي. طبعاً إمتى إحنا منقرر إنه الحساب صار أنكولكتبل؟ منكون صار لنا أكتر من سنة وإحنا منحاول نركض ورا العميل، أو ممكن قريب السنة، يعني مثلاً كان المفروض آية تدفع لي خلال شهرين، صار مارق 9 أشهر أو 10 أشهر وما في أي بوادر إنه آية رح تدفع لي، وصرت بدي أعمل القوائم المالية. مدام قررت تحضر القوائم المالية، أنت لازم تعتبر آية الرصيد تبعها uncollectible، ما بصير تحطه بالقوائم على أساس إنه الرصيد طبيعي وما ماله إشي، لأنه إحنا بنعرف إن القوائم المالية لازم دائما الأرقام اللي فيها تكون صحيحة ودقيقة 100%. فأنا هون أنا ما بعرف، أنا شاكة إذا آية رح تدفع أو لا، فأنا بطلع يعني هذا الرصيد رح يطلع بالقوائم بس بطلع تحت اسم حساب غير الأكاونت ريسيفابل، أو بنطرحه من قيمة الأكاونت ريسيفابل حسب الطريقة المستخدمة. فأنا اعتبرت رصيد آية اللي هو 1600 أنكولكتبل. طبعا أنا كمحاسب ما بقدر أخذ هذا القرار لحالي، عادة برجع لمدير أعلى مني، يعني بخبره إنه مثلا في رصيد لآية 1600 صار لنا منلاحق وراها حتى تدفع لنا يا قريب السنة وما عم بترد علينا أو ما في أمل إنها تدفعه، وقربنا نحضر القوائم بدنا نعمله uncollectible. إذا وافق تمام تمام خلص منسجله uncollectible. إيش القيد اللي منسجله؟ هلأ منعتبر uncollectible دائما بالقيود نعتبرهم bad debt، دين سيء، فمنعمل حساب جديد هذا أخذنا رح ناخده لأول مرة بالأكاونتينج اسمه bad debt expense، مصروف الدين السيء أو مصروف الدين المتعثر. أي حسابات uncollectible منعتبرها bad debt expense. قبل شوي أنا كتبته إنه هو من الأسماء اللي بنستخدمها، تمام؟ فإذا 1600 شو تعتبر؟ تعتبر bad debt expense، هذا الحساب مصروف expense. ال expenses إحنا بنعرف إنها هي دائما debit، بس طبعا هو مصروف غير نقدي، يعني انا ما رح اروح ادفع ال1600، لا انا ال1600 راحت علي خسرتها، فهو مصروف بس مصروف غير نقدي نون كاش اكسبنس، بس زيه زي بقيه المصاريف بطلع عندي بقائمه الدخل مع المصاريف بطرحه من الايرادات حتى نوصل للربح او للخساره. وايش بدي الغي؟ بدي ألغي الأكاونت ريسيفابل تبع آية. هاي طريقة الدايركت رايت أوف، إنه أنت لما تلغي الباد ديت إلغي مباشرة من الأكاونت ريسيفابل كله، فيعني بصفر الأكاونت ريسيفابل تبع آية بطل موجود. وأنا وين وديت هاي الـ 1600؟ وديتها على حساب الباد ديت إكسبنس. فشو القيد اللي منسجله؟ منيجي منحكي دبت باد ديت إكسبنس. أوكي، قديش قيمة الباد ديت اكسبنس؟ 1600. كريدت بدي ألغي الأكاونت ريسيفابل تبع آية، برضو قدي قيمته؟ قيمته 1600. هاي طريقة الدايركت رايت أوف، تلغي الأكاونت ريسيفابل اللي صار أنكولكتبل كامل بلغيه. أنا لما أودي الأكاونت ريسيفابل على الكريدت أنا عم بلغي الأكاونت ريسيفابل أو عم بخفضها، لغيتها مباشرة من الأكاونت ريسيفابل. وين وديناه؟ وديناه على حساب اسمه باد ديت اكسبنس، هذا الحساب دائما بالدبت لأنه مصروف وبنفس القيمة، فأنا مصاريفي زادت بالتالي يعني رح أخسر أو أرباحي رح تقل، والأكاونت ريسيفابل قلت فإذا أصولي كمان رح تقل عندي.
هاي أي طريقة؟ طريقة الدايركت رايت أوف، منسجل هذا القيد. هلأ المحاضرة الجاي رح نشرح طريقة الألاونس اللي هي اللي حكينا عنها المعتمدة، واللي بتتبع لمعايير المحاسبة. فإحنا بس بدنا من هاي الطريقة اللي هي الدايركت رايت أوف، بدنا بس تتعلموا هذا القيد، ما بدنا أي إشي تاني. بدنا نتعلم بعديها إيش طريقة الألاونس ميثود ونركز عليها. هلأ بس نشرح طريقة الألاونس ميثود، بخبركم ليش الدايركت رايت أوف بطلت معتمدة أو ما منفضلها، يعني إيش مساوئها، وليش منفضل طريقة الألاونس. يعني رح نحكي عن هذا الموضوع كإشي نظري، يعني فهم نفهمه. يلا يعطيكم العافية.